حول هذا الموضوع معي مصطفى حميد مدير أعلام دائرة شؤون الألغام. سيد مصطفى، بداية مرحبا بك. بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام، من أين ستبدأون سيد مصطفى؟ حقيقة في البدء دعني يعني أشكر القناة على هذه الاستضافة، وتحية للجمهور والأخوة المشاهدين. يعني من دواعي السرور أن هذه الاستراتيجية الوطنية التي أقرت أو التي أطلقت اليوم عوام 23-28 تزامنت مع إطلاق الموازنة الاتحادية، أي هناك غطاء مالي للتنفيذ هذه الاستراتيجية. لدينا حقيقة خطط تنفيذية جاهزة، لدينا توجه نحو تأمين طريق التنمية الذي يشكل أبل العراق والعراقيين عموما، لدينا توجه نحو تطهير بادية المثنى من الذخائر العنقودية، أيضا لدينا تأمين طريق سكة حديد بصرة شلامشة، لدينا يعني توجه نحو تطهير أرض مشروع نبراس البتروكيماويات الذي هو يعتبر الآن يعني من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط في حال يعني إنجازه، على لتطهير مساحته التي تربو على بحدود 4500 دونم، أيضا في الأشرطة الحدودية في زرباطية وغيرها. يعني توجهنا الأولوية هي للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية. نعم سيد مصطفى، اليوم قلت أن هناك اتفاقيات دولية، كيف شكل التعاون مع هذه المنظمات الدولية؟ يعني هل عمل ميداني مشترك أو استعانة بخبراتهم وأجهزة الكشف الحديثة؟ حقيقة لدينا ثلاث اتفاقيات دولية وليس اتفاقيتين كما في التقرير، يعني للتصحيح. العراق منضم لثلاث اتفاقيات دولية مهمة، هي اتفاقية الأوتاوا اللي تخص الألغام المضادة للأفراد وسقفها الزمني ينتهي عند عام 2028، ولدينا أيضا اتفاقية الذخائر العنقودية المعروفة اختصارا بالسي سي ام وسقفها الزمني أيضا ينتهي في عام 28، ولدينا اتفاقية أخرى تخص الذخائر التقليدية المرتجلة وهذه غير محددة بسقف زمني. عادة فرقنا تعمل على الأرض وتعكس عملها العمليات هذا عبر تقارير الشفافية اللي زودها إلى وحدة دعم التنفيذ في هذه الاتفاقيات. وطبعا في حال تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة سننتهي من هذا الملف على مستوى أوتاوا، يعني الألغام المضادة للأفراد، وأيضا على مستوى العنقودي يفترض وفق التوقيتات الزمنية في عام 28 وبنسب معينة طبعا حسب هذه الاتفاقية. أما على صعيد الذخائر التقليدية المرتجلة المقصود بها طبعا هي العبوات الناسفة اللي هي بالأساس موجودة في المحافظات المحررة، فهناك عمل كبير يعني كل الجهد المنظماتي والدولي توجه خلال الفترة الماضية نحو تلك المناطق، وهناك إنجاز كبير في هذا الملف، ولكن لا زالت مساحات التلوث يعني تزيد عن 2000 كيلو متر مربع المتبقي، أو أكثر من 2000 كيلو متر حقيقة من أصل 6400، ويعني أكثر من 6000 كيلو متر مربع بالأساس عندما حددت في عام 2003. نعم السيد مصطفى، قلت أن هناك منظمات المنظمات والفرق التطوعية التي تقوم بإزالة الألغام من الحقول في بعض المدن، هل ينسقون معكم أيضا سيكونون في الاستراتيجية الوطنية القادمة؟ طبعا هي هذه الاستراتيجية الوطنية هي كما أكد معالي السيد الوزير المهندس نزار أميدي اليوم يعني عبر حدث إطلاق الاستراتيجية الوطنية، كذلك كما أكد سيد مدير عام دائرة شؤون الألغام الدكتور صباح حسن الحسيني بمداخلته في هذا الحدث المهم، هي ذات أبعاد تفاعلية وتشاركية، أي أن كل الجهد المنظماتي الدولي والمحلي والشركاء الوطنيين والجهد الوطني الكل مشترك في هذه الاستراتيجية. طبعا الجهد الوطني متمثل بوزارة الدفاع، دارة الاستاند الهندسي، وأيضا
وزارة الداخلية، الدفاع المدني، وأيضا الحشد الشعبي انضمنا مؤخرا. الكل متشارك في هذه الاستراتيجية. على مستوى التنسيق طبعا المنظمات الدولية تعمل بتفويض من دائرة شؤون الألغام بعد ما تستكمل إجراءاتها القانونية في دائرة المنظمات، تراجع دائرة شؤون الألغام تصدر لها تفريض يجيز لها العمل وتراقب من قبل دائرة شؤون الألغام وفق سلسلة من المعايير الوطنية النافذة، وفي حال عدم التزامها بهذا الإطار القانوني اللي هو المعايير يحق لدائرة شؤون الألغام أن تسحب العمل أو تلغي تفريض هذه المنظمة أو تلك الشركة. نعم. سيد مصطفى، قيم كردستان يعتبر أقل في العالم للألغام، بماذا ستشمله الاستراتيجية هذه المرة؟ حقيقة هناك مؤسسة تسمى المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان العراق، اختصارا إكمة، وهي أحد الشركاء الوطنيين الفاعلين والمهمين في العمل على مستوى شؤون الألغام. دار شؤون الألغام هي تسير البرنامج الوطني دار شؤون الألغام في العراق، اللي يضم في أدرع اللوجستية كل الجهد الوطني والمنظمات المحلي والدولي، ومن ضمن المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان العراق. نحن نعمل بالشراكة، وقبل فترة بسيطة جدا وقعنا مذكرة تفاهم ما بين دار شؤون الألغام في وزارة البيئة الاتحادية مع المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان العراق. هذه المذكرة التي فيها عديد المحاور حقيقة على مستوى الشراكة والعمل المشترك معهم. هم يعملون في الإقليم ويزودون بتقاريرهم، هذه التقارير التي تعكس إلى وحدات التنفيذ في الاتفاقيات الدولية، وأيضا تدخل عندنا في قاعدة البيانات المعروفة بالأمزمة. فلدينا يعني وحدة أو قاعدة بيانات موحدة تعبر عن المشهد على الأرض فيما يتعلق بتطهير الأراضي وغيرها من أنشطة شؤون الألغام الأخرى. مصطفى حميد، مدير إعلام دائرة شؤون الألغام، سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.